السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة الجزائرية فتيحة عبد الرحمن بقة. تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. والآن أدعوكم إلى وقفة مع الشعر. بوح قلم، قلم يبوح فتنصت الأوراق، والمجد سنته بك الإشراق، ويظل يهدر فيك نفح عروبتي، ودماؤنا دوما فداك تراق، وتظل نبعا للمعالي شامخا فيك النهى والجود والأخلاق، فيك النفائس والجواهر كلها، فيك الكنوز تصاغ والأعلاق، ها أنت تكمل للجمال فصوله، نبض الهوى بك دائما خفاق، ومن النخيل على ترابك جنة توحي بما قد أبدع الخلاق، يتطاول الأقزام فيك هنيهة ويخيفهم دوما بك العملاق، ضلوا عن النهج القويم وأصبحوا يتسابقون وكلهم أفاق، أسيادهم قد أرسلوهم للأذى وشعارهم زور طغى ونفاق، كم حاولوا طمس الحقائق وابتغوا عبثا بعزك إنهم فساق، لكنهم وجدوا بشعبك عزة وإلى الشهادة لاح فيك سباق، ويظل شعبك شوكة بعيونهم ولكل داء قد أتى ترياق، بغداد يا بنت العروبة زغردي أنت الوفا والعهد والميثاق، بربوعك الفيحاء نبض حضارتي ولنا بظلك صحبة ورفاق، وإلى العراق أزف كل مشاعري وبشائري كي تصدح الأشواق، يكفيك أنك للعيون ضياؤها مثلا لتضحية غدوت تساق، قد صرت معراجا لحرف مفعم بالحب يحمله لديك براق، ويذوب دجلة في الفرات معانقا في شط عزك كم يطيب عناق، إنا على عهد الإباء سنمتطي صهوات عز كي يزول شقاق، ونزيل عنك الظلم والبغي الذي ملأ الكؤوس وذل منه مذاق، مثقام منتظر ومر حذاؤه فوق الطغاة فلن يكون عراق، وسيدرك الباغون أن عراقنا قهر الطغاة ولن يذل عراق. بعد هذه الوقفة مع الشعر أدعوكم لمتابعة فقرة هذا كتابي. أنا الشاعر عدنان أبو شنار من الأردن،
عضو رابطة شعراء العرب ورئيس اللجنة الثقافية لملتقى بيت مادبة الثقافي، وهذا كتابي ديوان شعر بعنوان من وحي الروح، صادر عن دار الخليج للنشر والتوزيع. ويقع الكتاب في 128 صفحة من القطع المتوسط، وقد أسميته ديوان من وحي الروح لأنني جمعت فيه 42 قصيدة أعدها الأقرب إلى قلبي. وقد قام بكتابة دراسة تحليلية لهذا الديوان الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القواسمة، وقد نشر هذا المقال في جريدة الدستور الأردنية وموقع دنيا وطن. وقد كتب مقدمته الأستاذ الدكتور فايز عبد النبي القيسي، أستاذ اللغة العربية والأدب في جامعة مؤتة. ومما جاء في مقدمته، وعلى الرغم من أن كثيرا من قصائد هذا الديوان جاءت بحجم بعض الورد، فقد بدت نقط عطر فواحة ترسم البسمة التي تبعث الدفء في نفوس أبناء الوطن الطيبين من الجنود والمعلمين والطلبة وغيرهم من أهلنا الذين صدقوا الله والوطن ما عاهدوا عليه، وتسكب الزيت لهم وتعطيهم القناديل ليروا جميعا المعاني والدلالات البعيدة، وتمنحهم مفاتيح ليفتشوا في عتمة الليل عن الرؤى والأحلام. وما كان ذلك إلا لأن قصائده جاءت وجعا داميا وحزنا متصلا وإحساسا مرهفا وانتماء صادقا مقفى. وقد تضمن هذا الديوان العديد من القصائد في الأغراض الشعرية المختلفة، فجاء فيه من شعر الوجدانيات، وأيضا قصائد في الغزل، وقصائد في الرثاء، وقصائد أخرى في شهداء قدموا تضحيات على ثرى الوطن العربي الكبير. وسأقرأ لكم قصيدة من هذا الديوان بعنوان هي الأيام. هي الأيام، مشيت طرائق الدنيا جسورا، ورحت أمر من باب لباب، بنيت من الخيال بها قصورا، علت لتجوز ما فوق السحاب، أؤمل ما أؤمل من أمان، وأتلو من أناشيد العذاب، تقلبني يد الدنيا زمانا، وتقذفني إلى أعلى العباب، فأرجع غير هياب لأمر، ولا أصغي لآهات العذاب، نظرت إلى السنين مضت ورائي، فكانت مثل ذرات السراب، إذ الأيام تحدوني سريعا، لتسرق زهو ريعان الشباب، ولست بآسف ما عشت يوما، على عمر يمر من النصاب، ولكن رحمة الغفار أرجو، إذا جمع الأنام إلى الحساب. أهلا بكم من جديد ضيفتي لهذه الحلقة الشاعرة الجزائرية فتيح عبد الرحمن بقة، خريجة معهد التكوين للإعلام في الجزائر. أصدرت ديواني شعر هما رد حلمي ونديم الروح. أصدرت كتابا نثريا بعنوان رسائل مهربة، عضو في اتحاد كتاب مصر. مثلت الجزائر في مهرجان الاتحاد الدولي للشعراء الذي أقيم في مبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة عام 2017. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. مرحبا بك الشاعرة الجزائرية
فتيحة عبد الرحمن بقى، وأنت معنا الآن من القاهرة. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. نمسك الخيوط من البداية. أنت يعني في مرحلة مبكرة ظهرت لديك الموهبة، لا سيما مرحلة الثانوية، إذ كانت لديك كتابات واعدة لفتت اهتمام بعض المعلمين. يعني بودي أن نسلط الضوء على هذه المرحلة، المرحلة الجميلة والمهمة في حياة الإنسان بشكل عام وحياة المبدع. يعني هل هناك من أخذ بيدك أرشدك كيف تنمين هذه الموهبة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم وعلى متتبعي القناة أينما كانوا. البدايات فعلا كانت مبكرة ومبكرة جدا، وكانت قبل دخولي عالم الدراسة، يعني المرحلة اللي هي مرحلة الطفولة. فكنت أحب أن أقرأ على مسامع الحضور اللي هما الأسرة وأصدقاء إخوتي. أصدقاء والدي، أبي كان شيخ صوفي، ودائما يكون هناك مجموعة من المشايخ عندنا في البيت، فكنت أرتجل القصة، يعني كلمة باللغة العربية وكلمات كثيرة باللهجة اللي هي الجزائرية الدارجة. فهذه تشجيعات الحضور صغار وصغار، كانت كل مرة متعات أني نمي هذه الموهبة أو أبدع أو أطور في القصة، فكانت تكبر عندي الرغبة أني يعني أنا ابتكرت قصة ما لا في المجلس الثاني أو في لما تطلب مني سرد القصة، أحاول أن أخذها إلى مسار آخر أو قصة أخرى، ومن خلال قصة أبتكر قصة وأبتكر من خلالها قصة أخرى. بدأ الأمر هكذا. ثم في المرحلة الدراسية اللي هي المرحلة الإعدادية، بدأت في كتابة أول بيت أبيات شعرية، لم تكن قصيدة، أبيات شعرية فيها كثير من الفنات ومن الأخطاء. أنتم مرحلة الإعدادية لديكم هي المرحلة المتوسطة بين الابتدائي والثانوي. المرحلة الإعدادية هي المرحلة المتوسطة، حتى نحن في الجزائر نقول المتوسطة. نعم. يعني الابتدائي المتوسط الثانوي. جميل. فكانت بداياتي أول ما بدأت كتبت القصة، قبلها بدأت موضوع الرسم، من خلال الرسمة التي أرسمها أكتب يعني نثريات أبيات شعر. طبعا لم يكن شعرا بكل ما يحمل يعني بدأت أيضا تمارسين موهبة الرسم في هذه المرحلة. نعم، يعني كنت أرسم. نعم. ومع الرسم كنت تكتبين نصا نثريا؟ أكتب نصا نثريا وأكتب شعرا، حتى الأبيات التي كتبتها في السنة أولى إعدادي وقتها كتبت قلبي لما عدت تبرحني، إلى ثم حيث يكون الحنين، إلى مهزة العمر ملك الفؤاد، إلى دربة من ليس فيه الأنين، أقول وقد سالت الأعين، دم من بقايا دموع السنين، قلبي لما عدت لا تحتمل، وأصبحت فيا كماء اللذين، تذوب بنفسي وتؤلمني، وتحسب أني هنا في أمان، ألست قلبي تعرفني، وأنت ضحية هذا الزمان. وأيامها المعلم يعني قال لي أنت تكتبين هذا الزخم من العاطفة. جميل جميل. نعم، يعني قال لي وأنت لسه في البيضة، ما زلت صغيرة. من هذا الذي قال؟ هو كان معلمي رحمه الله، فقال لي ماذا ستكتبين عندما تكتمل أنوثتك. يعني نعم. بالنسبة لي العبارة أذكرها وهي حافز يتجدد، كل ما أكتب شيء أتذكر العبارة. حقيقة يعني بالنسبة لي كنت حتى أجهل أن هذا شعر. نعم. هذا يعني معلم اللغة العربية هو الذي يعني تحدث، يعني تنبأ لك بمستقبل أنك ما زلت في البيضة وأنت تكتبين هذا، يعني أو يعني وصلت إلى هذا
جزء أو شيء وبدايات بداية النضج يعني. قلتي أنت في مرحلة مبكرة، يعني مرحلة الإعدادية كما تسموها، مرحلة المتوسطة كتبتي وبدأت أيضا تمارسين موهبة الرسم. مرحلة الثانوية يعني غالبا ما يعني تنطلق أو نصل إلى الخطوة الأولى من النضوج للموهبة، هي مرحلة الثانوية، وغالبا ما تتوفر ظروف تدعم الموهبة عند الإنسان. يعني بدي أن نسلط الضوء على هذه المرحلة، مرحلة الثانوية. في الحقيقة وللأمانة ودائما أقول أحب أن أتكلم بصدق، يعني الدعم لم يكن موجودا. البيئة التي كنت فيها كانت بيئة نوعا ما منغلقة، فكان الدعم في الطفولة، أي نعم، طفلة صغيرة وتكتب أو تقول أو ترتجل شيئا ما ويعجب بها الجميع، لكن في مرحلة الإعدادي بدأ الأمر معي يختلف، حتى لدرجة أني كنت أكتب وأخبئ كتاباتي. يعني أنا كنت يعني حين يفاجأ الأستاذ أو المعلم في الثانوي ويأخذ الورقة ويقرأ، فكنت فعلا أشعر بالخجل أو أشعر بأني ارتكبت جرما ما. شاركت في المسابقات في الإعدادي وفي الثانوي، كتبت في جريدة الشعب، أنا في الإعدادي يعني كتبت اسمي مستعار فتيحة، يعني ما كتبت اسمي كاملا لسنوات وأنا أكتب في جريدة الشعب اسم مستعار. بعد ذلك جاء موضوع أن أنا تزوجت زواج مبكر ولم أنهي دراستي. في البداية كان موضوع أنه أنا أكتب وأختي كتاباتي، كان عندي موضوع عادي. طيب أنا أتحدث الآن، يعني أنت قلت معلم اللغة العربية كان له أيضا، كان له دور في تنمية هذه الموهبة، أو يعني يعني مؤازرة ما تمتلكين من موهبة. نوع من أتحدث التركيز. عن يعني سؤالي أيضا، المحيط، المجتمع الذي كنت تعيشين فيه، يعني هل هناك من يعني آزرك هنا؟ هل هناك من له تأثير على رغبتك في الكتابة والإبداع والنجاح والطموح إلى أن تكوني كاتبة أو شاعرة معروفة؟ لا، هي اجتهادات شخصية. نعم. أبي كان يحبني أن أقرأ، يعني سواء أقرأ القصة أو أقرأ الشعر، فلم يكن هناك عنده، لم يفرق معه الموضوع أنه أنا أقرأ وهو يعني يستمع. لكن من يشجع كان المعلم، سواء في نعم. المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، حتى فيما بعد لما التحقت بالمعهد فكن فجلسات، يعني كانت هناك مثل الندوات، نجلس مع بعض ونلقي الشعر أو نقرأ القصة أو النثر، نعم. وكان كل من نعم. يسمعني أو من أنت قلتي يقرأ. إنه والدك يعني كان يعني يمتلك نهجا صوفيا، ويعني هل كان فرحا بأن ابنته بدأت يعني تعرف الكتابة، بدأت هناك بوادر موهبة لديها، هل كان سعيدا بهذا الاكتشاف؟ نعم، يعني والدي من يعني أنا أعتبر والدي هو معلمي. مخارج الحروف أو نطق الحروف باللغة العربية أنا تعلمتها من قبل أن أدخل إلى عالم المدرسة اللي هو النظامي، يعني كان يأخذني إلى المدرسة القرآنية اللي هي موجودة في الحارة. فبالنسبة لي هذيك الفترة يعني صنعت مني أو صنعت أولى خطواتي في مجال اللغة العربية. فكنت لما أرجع إلى البيت وأقرأ ما حفظته من القرآن أو أقرأ له كتاب آخر، أو فكان يحفزني، كان يقدم لي الدعم، حتى ماديا كان يعني يعطيني الجائزة. كنت الأمور اللي هي يعني بسيطة، لكن لما تذكر تراها بالعكس كانت يعني فعلا. كان يكافئك لما تقدمي شيء جميل جميل. نعم.
هذه العلاقة الطيبة مع الوالد، يعني كما قلت إن هو المعلم وهو الوالد، هل تمخضت في شيء، تمخضت عن شيء، كتابة، نص، يعني قصيدة أو نص نثري أو أي شيء أرخ هذه العلاقة الطيبة بينك وبين الوالد؟ نعم، أنا ارتباطي بالوالد رحمه الله لا يزال، يعني هو ارتباط روحي أكثر منه رابط الدم. يعني كثيرا ما أراه في رؤاي، وكثيرا ما أكتب ما أراه. يعني عندي قصيدة مطلعها لما الرؤى قد بشرتني بالرضا والحلم أغدقني بفيض من فرح. هي رؤية وتجسمت في القصيدة حاضرة، ممكن نسمعها؟ حاضرة لكنها طويلة، أفضل أن أقرأ قصيدة أخرى أيضا لوالدي إذا نسمع، نعم نسمع القصيدة كتبته الأخرى. بعد عام من وفاته رحمه الله. رحمة الله عليه. فكتبت في الصباح مقطع اللي هو: يا أحرفي، أنا لم أعزي مرة هذا الفؤاد، ولم أعزي قبل عام فرحتي. أنا إن أتيت اليوم أكتب في العزاء، فلأن حرفي ظل يصحب غصتي. سبحان الله، كتبت هذا المقطع وانصرفت وحده، الهاتف يرن، أختي الكبيرة تقول لي أن اليوم ثانوية والدي. يعني تزامن المقطع أنه أنا أتحدث أني قبل عام لم أكتب شيئا عن والدي. فطبعا تأثرت وكتبت باقي القصيدة. وكان أقول فيها: يا والدي، أنا كلما حاولت أن أصل الفراق تتذكر الروح الحزينة أنسها عند العناق. قبلت رأسك يا أبي وهممت أطبع قفلتي فوق الجبين على يديك ألغى الاشتياق. رجعت أرجوك العناق، كم قلت لي يوم الوداع أحبكِ، كم قلت لي يوم الوداع صغيرتي، لم أكتفي وبقيت أسألك المزيد. وهمست لي: إن الأمانة تسعد، خلجاتنا يا قرتي تأتي جميعا تشهد، وحروفنا في لقاء رب الخلق حتما تشهد. باركني يا أبتاه يا أغلى الرجال. وتلثمت كل الحب وقال لي: يا درتي، إني دعوت الله ربي سائلا أن تشرق القلب الجميل بنوره، فدعوته يرعاك بالستر الجميل، والله إن الستر كنز وارث. لا تستهيني درتي بالومض والشيء الصغير، فمن الحصى كانت جبال عالية، ولربما فالغمض يسبق مزنه، ولربما لصغيرة شأن كبير. باركني يا أبته أغلى الرجال، درتي أوطاننا وحبنا شرف لنا، وبلا تراب نحن أشبه بالرجال، وبلا تراب نحن أشبه بالرجال. جميل جميل. والدك كان له معرفة يعني أو إلمام بعروض الشعر؟ لا لا مطلقا، أنا والدي يعني دراسته كانت القرآن الكريم، المدرسة القرآنية، منهج صوفي. كنا نعلم أن الاستعمار الفرنسي كان يمنع دراسة اللغة العربية، فكان مشايخ في الجزائر، مشايخ في الجزائر رحمه الله، فكانوا يعني يحرصون على أن المدارس القرآنية التي تدرس اللغة العربية من باب المحافظة على الدين، على القرآن، على. نعم. إذا هو لكنه كان كان الجانب اللغة أو الإلمام باللغة، النحو، يعني كان له فضل أو دور في هذا المجال. نذهب إلى فاصل قصير، معذرة ست فتيحة، بعد الفاصل نكمل حوارنا. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد ضيفتي لهذه الحلقة الشاعرة الجزائرية فتيحة عبد الرحمن بقة. أعود إليك ست فتيحة، نتحدث عن الديوان الأول وهو رد حلمي، وحقيقة يعني كلما ألفظه أكاد أخطئ بالعنوان وأقول رد قلبي، وهو عنوان الفيلم العربي الذي كان من بطولة شكري سرحان ومريم فخر الدين. هل هناك علاقة بين العنوانين؟ أعتقد أحمد مظهر. لا، شكري سرحان ومريم فخر الدين معروف هذا الفيلم، وكان والده مثل دور الوالد حسين رياض رحمة الله عليهم جميعا، وكان يلتحق بالكلية العسكرية وهو والده فلاح، وهو يعشق أو أحب بنت يعني بنت صاحب السراي صاحب القصر الذي يعمل والده فيه فلاح، ثم يعني صدمه بأن هناك فارق الطبقي. نعم، لا شك أن فأنا أتحدث عن العنوان، يعني ده عندما أريد أن يعني ألفظ العنوان رد حلمي أكاد أخطئ وأقول رد قلبي. هل هناك علاقة بين عنوان الديوان وعنوان الفيلم؟ هو طبعا أثر كثيرا في المجتمع العربي، لأن هناك قصة يعني شاب مثابر ويكمل الثانوية ثم يذهب إلى الكلية العسكرية ويصبح ضابطا، وحلمه كبير بأن يتزوج من عشق، لكن هي بنت الثراء وهو ابن الفقر، فهذا الفارق الطبقي يعني كان صادم وحائل بينهما وأثرت في المجتمع العربي. فأنا أقول هذا العنوان، يعني هل له علاقة بعنوان الفيلم عنوان الديوان؟ أكيد كلنا، ما من شخص ما يتأثر بالمحيط أو بالقصص التي يسمعها أو يقرأها، أو لا شك أنه نوع تأثر نوعا ما. لكن أنا كنت أقصد لما كتبت رد حلمي، فعلا كنت أشعر أن حلمي سرق مني، وكلمة رد حلمي أقصد أنه يعني أخاطب الحلم أكثر من أني يعني بحثت أو لهثت خلف عنوان. عادة أنا لا أفعل ذلك، يعني هو المسمى لما يجد خاطري أكتبه، حتى يعني لحظات ولادة القصيدة تولد دون تفكير، لكن في أعماقي أكيد أنا متأثرة بكل ما أرى وأسمع. جميل، بودي أن نسمع قصيدة من هذا الديوان، ولك حرية الاختيار. نعم، ليس هو الديوان الأول، هو رابع كتاب أو رابع مخطوط كتبته، لكن تشاء الأقدار أنه هو الذي يظهر النور بعد سنوات وبعد عدة كتب، يعني هو الذي يخرج النور سبحان الله. يعني هناك كتب سبقت هذا الديوان؟ لم تخرج إلى النور، هي لم تطبع. كتبت كتب وذهبت بها إلى وزارة. إذن هو أول كتاب صدر لك هو رد حلمي. أول كتاب صدر لي هو نعم، أنا أقصد أنه ليس الكتاب الأول الذي كتبته. نعم. هو أول كتاب صدر. نعم. يعني هو رابع كتاب، لكن هو صدر قبل الكتب. أين تلك الكتب التي سبقت هذا الكتاب؟ ما مصيرها؟ أنا ذهبت بها إلى وزارة الثقافة في الجزائر وقدمت هو وصل الموافقة، لكن تعقبت الوزارات وقتها حدثت المشاكل اللي كنا نعرفها في الجزائر، ثم أنا خرجت من الجزائر وما عدت وحاولت ذهبت إلى الوزارة. إن شاء الله إن شاء الله ترى إن شاء الله كل هذه الكتب ترى النور. إذا نتحدث عن خلينا في ديوان رد حلمي ونسمع قصيدة من هذا الديوان. سأقرأ على مسامعكم قصيدة أنا وطن من. نعم. الأحزان أكبته، أنا وطن من الأحزان أكبته، ومحرقة من الأشجان أخفيها، ولي حظي يعاندني ويهجرني، ولي روح أسايرها أعززها
ولي قلب لظى الأوجاع تحرقه وبالأنفاس تخنقها أواسيها، بذي شجن تواشيح أدندنه فتهرع ذي الآمال تحييها، ولي هم ينام الليل في خلدي ولي محن أكسرها أجاريها، بزيف البسمة الحارة أغازلها فتبعثني حلما في أغانيها، ولي في الدهر أمنية أنام الليل بالأحلام أحميها، أخبئها عمق الروح ما بقيت شقيق الروح إن تلقاه أغنيها، فيرسمها رياحينا وأغنية لو ماتت فصدق القلب يبقيها، صدق القلب نعم، يبقيها. هذه القصيدة من ديوان رد حلمي. أنت الآن جزائرية تعيشين في وتقيمين في القاهرة، تعيشين في القاهرة، يعني معروف عن القاهرة وعن مصر هناك أجواء ثقافية، هناك حراك ثقافي، هناك يعني هناك تلاقح هناك بين أجناس الفن والأدب والثقافة بشكل عام. كيف انعكست عليك أجواء مصر؟ الحراك الثقافي معروف في مصر أنه مميز ومميز جدا، أكيد انعكس علي إيجابيا، نجحت أو حققت خطوات أنا أعتبرها خطوات ناجحة، يعني أنا راضية بالخطوات التي قمت بها. مصر غنية عن كل تعريف صراحة، هي يعني دائما ما أقول أنها أم العالمين، هي بيت لكل من يتعطش إلى الجمال. المشهد الثقافي في مصر يعني هو ليس هو مستوى واحد، في صالونات قوية، في صالونات ضعيفة، في مؤسسات ثقافية عديدة، في يعني غير المؤسسات الحكومية هناك اجتهاد من المبدعين في حد ذاتهم، يعني هم يسعون إلى انتشار إبداعهم. فغالبا ما تجد نفسك اليوم في هذا الصالون وغدا في صالون ثاني أو في مؤسسة أخرى. هناك جميل، أيضا إذا صالونات نتحدث الآن عن الصالونات وعن مشاركتك في هذه الصالونات، يعني كيف كانت المشاركة، كيف التفاعل مع هذه الصالونات أو النشاطات التي تقيمها المؤسسات الثقافية في مصر؟ هناك مؤسسات، هناك نشاطات لاتحاد الكتاب، نشاطات عديدة، نشاطات في دار الأوبرا للمجلس الثقافي، نشاطات في أتولي القاهرة، في دار الأدباء، يعني هناك مراكز عديدة هي أصلا حكومية غير اللي هي ذكرتها المؤسسات، يعني النشاط العادي. أعتقد أنها مهمة لكل مبدع، بدليل أنه هناك صالونات للعراقيين، سعوديين، لأوروبيين موجودة في نعم، جميل. يعني من هذا الانعكاس هناك كتابات كثيرة ومنها قصيدة قال النيل. وقال النيل عندما قرأتها يعني رأيتك تتحدثين بلسان النيل، يعني هذا النهر العظيم، يعني كأنك تحاولين بث رسالة إلى من يحاولون أن يخنقوا شريان الحياة والعبث بمصير الإنسان. ف يعني تحدثت بلسان النيل وهناك رسالة يعني واضحة في القصيدة على لسان النيل. كيف ولدت هذه الفكرة؟ ويعني نسمع كيف خرجت الومضة لهذه القصيدة. طبعا النيل، ما من أحد لا يعشق النيل سواء رآه أو لم يره، ما من أحد ما عندوش شغف
وعشق للنيل. أنا حبيت النيل قبل أن أراه، وتكررت رؤاي، يعني النزعة الصوفية سبحان الله من أبي ورثتها، يعني أصبحت مثل الإرث. فالمحبة الموجودة في قلبي هي التي أنطقت الشعر، يعني هي التي خرجت شعرا. يعني أنا ما قصدت أني أكتب، أنا لست شاعرة مناسبات، يعني لو قلت أريد أن أكتب قصيدة عن أمي، أو أقسم بالله، يعني أنا دائما أقول أني أعجز حين أقرر أن أكتب، أعجز، يعني أصاب بالعجز فعلا. لكن المحبة، في لحظة المحبة، لحظة الحزن، لحظة الشوق، هي التي تترجمها الكلمات. فأكيد أن كنا نرقبه كثيرا ونرى ما يحدث، متأملين أو آمنين، رب العالمين يحفظه إن شاء الله. جميل. هذه القصيدة نعم يعني امتزجت فيها توجهات كثيرة، النفس الصوفي كان حاضر في هذه القصيدة، يعني دور هذا النهر العظيم في إنعاش الحياة عند المصريين، يعني كيف أنه هذه هي مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يبقى هذا النهر جاريا، يعني هذه في تفاصيل القصيدة. يعني فاجتمعت في هذه الذي القصيدة يهدد، يعني الذي يهدد ألوان كثيرة. نعم بزمام أمور النيل، وكأنه يهدد بأنه سيخنق الحياة في الكرة الأرضية. النيل لحظتها نطقت حروفي وقال النيل: النيل ينشر في الوجود رسالة، يدعو إلها عادلا منانا، ويقول أني من إرادة قدرة كاف ونون أوجدت أكوانا، ما كنت عبدا أو أسير عقيدة، مائي حياة سابق الأزمان، أسكن نخيلا محبة تتهم بي، وكذا المروج فتنثر الألوان، يحلو الوجود بكل حب مظهر، يحكو بسلم يبهج الأفنان. سأضيف أني لست ملك قبيلة، سبحان ربي أوجد الميزان، أضف نبعا بالسلام وآية، وهبت لمصر العالمين حنانا، أمر بأمر الله دون تردد، سبحانه قد شاء لي ما كان، سبحانه قد شاء لي ما كان. جميل جميل جميل. الديوان الثاني نديم الروح، يعني هناك قصيدة حقيقة لفتت انتباهي واهتمامي، وهي قصيدة خزانتي. تقولين في هذه القصيدة: خبأت شعري في رفوف خزانتي، وكتبت في باب الخزانة لمسها ممنوع. يعني الشعراء يميلون دائما إلى عرض بضاعتهم في الهواء الطلق، وبعضهم ينادي كالبياع في السوق ليلفت الانتباه الماري لمعروضه. فلماذا أنت تخبئين شعرك في الخزانة؟ ربما ما تقوله حضرتك ما تقول به صحيح، لكن أعتقد أن البعض أيضا من الشعراء يميل إلى الضبط، وأنا منهم. يعني أنا ما سعيت إلى الأضواء، ولا أسعى إلى الشهرة مطلقا. يعني سبحان الله، قدر لي الخطوات، وقدر لي أيضا أنا الآن في فترة ما من حياتي كنت فعلا أكتب وأخبئ شعري في رفوف خزانتي. إذن دعي القصيدة تشرح نفسها. نعم. فأقول: خبأت شعري في رفوف خزانتي، وكتبت في باب الخزانة لمسها ممنوع، باب الخزانة مائل والقفل فيه محطم، بل قفلها مفتوح، الدرج فيها مرهق وجدارها مسقوط، غطاء رف خزانتي مزقته من حبتي لا تحك دفاتري، وأظنه
غدا مسموع، يعلم أن حرفي عاشق بعشقي في هوى ممنوع، أحياه في الأنفاس وهما حاما، وبه أجوب حقول ورد يانع، وكأنني بالحرف أشفي جرحي الموجوع. حرفي نقاط ضعفها من طيبتي، حرفي نقاط ضعفها من طيبتي، حرفي عيوني دمعها، وصدى فؤادي نبض المسموع، حرف اشتياقي علتي، هكذا انتظار ذاهب ورجوع. الكل يعلم أن في شة بين الضلوع مسارها، تحت الأجسام في جيد قلبي تغمس، في جيد قلبي سرها، وفي صوتها يا أحرفي إني وأنت والحنين شهيدنا، يا أحرفي إني وأنت والعذاب شهيدنا، وصدا لصبر بالأمل يشدنا، وصدا لصبر بالحنين يشدنا، ألا يحطم سارق أحلامنا، زانة تحتاج للترميم في زمن الضياع. جميل جميل جميل. تقولين وأنا أتأمل تفاصيلك بصمت المريد أبصر تفاصيلي، عجبا كيف تقاسمنا مسك العشق بالتساوي، وكيف للغرب والشرق أن ينعكس وجه أمنية في مرآة واحدة. هذا مقطع من نص نثري، يعني يندرج ضمن ما يسمى قصيدة النثر. أنت كتبت القصيدة الموزونة، القصيدة العمودية والتفعيلة، وأبدعت فيها. كتابة النص النثري هل هي رغبة التجريب أو التنوع أم ماذا؟ لا مطلقا، لا مطلقا. انا كثيرا يعني انا اذكر اني وانا في الاعدادي وطبعا فاتني سألت، أذكر أنه هذا النص من كتابك رسائل مهربة. نعم. رسائل مهربة له قصة، وقصة طويلة جدا، بدأت على منضدة او طاولة المرحلة الاعدادية، اذكر السنة الثانية، وكانت رسائل أكتبها لزميلاتي وزملائي، يعني أنا بالنسبة لهم أتقن التعبير، ومن يريد أن يكتب رسالة لصديق أو إذن العنوان، عنوان الكتاب رسائل مهربة تبلور من تلك الفترة. نعم، نعم. يعني أنا بقيت لفترة أكتب الرسائل للأصدقاء ولا يعلم هذا أني أكتب، يعني تأتيه الرسالة ويظن أنها من صديقته، أو العكس تظن أن الرسالة من صديقها، يعني أو خصوصا من الأولاد. مشاكسة يعني. لا ليست مشاكسة، أنه واحد يريد أن يكتب بعض الكلمات الجميلة لزميلته، أو العكس، فكان يأتي ويقول لي أريد أن أكتب كذا وكذا فأكتب أنا، ويذهب بالرسالة وهي يعني كان من تعابيري يعني أنا. كانوا يستثمرون اسلوبك باللغة، بالكتابة، يعني نعم، قدرة الكتابة. فبدأت نعم. فكرة كلمة أو جملة رسالة مهربة، وبدأت فعلا أكتب مشاعري أنا أو ما أريد إيصاله ولا أستطيع، وتراكمت النصوص. يعني أنا عندي 3 أجزاء لرسائل مهربة. الكتاب الأول الذي تم نشره هو المرحلة الأولى، يعني هو كتابات فتيحة الطفلة، أو اللي هي في الإعداد والثانوي، يعني الكتابات الأخرى ما تزال مركونة، ما نشرت. يعني هذه النصوص التي يعني جمعت كلها في كتاب رسائل مهربة، أفهم أن كلها، يعني كل هذه النصوص كانت من تلك المرحلة، مرحلة الإعدادية. نعم، في الأستاذ لما قرأ النص أو نصوص قال لي من أين تأتينا بهذه الألفاظ، فقلت له أنا أغمس الحرف في محبرة القلب وأكتب بعفوية. فأذكر جيدا أنه صرخ وقال يا الله من أين أتيت بهذه العبارة، فقلت له يعني أنا
أنا في يعني ابتدائي هذه عبارة شعرية بامتياز، أنت قلتيها في تلك المرحلة. والله يشهد الله أنها ولدت في تلك المرحلة. جميل. أنا أغمس الحرف في محبرة القلب وأكتب بعفوية، إذا دعينا نسمع النص كاملا. وأنا أتأمل تفاصيلك بصوت المريد، أبصر تفاصيلي. عجبا كيف تقاسمن مسك العشق بالتساوي، وكيف للغرب والشرق أن ينعكس وجه أمنية في مرآة واحدة. أؤمن أنك انعكاس النور في عيني، فهل آمنت أني انعكاس النور في عينيك؟ لا تبحث عني، انظر فقط في المرآة. لا تبحث عني، انظر فقط في المرآة. جميل، إذا هذه النصوص هي سبقت قدرة الكتابة للقصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، أنه مرحلة ما قبل يعني امتلاك قدرة الكتابة يعني كتابة العروض السليمة وكتابة القصيدة بالشكل المتكامل المحكم. إذا هي ليست كما قلت، يعني ليست الآن، يعني هذا دليل على أنه هي ليست انتقال من مرحلة كتابة القصيدة العمودية وقصيدة التفعيل أو القصيدة الموزونة إلى النص. هناك كثير من الشعراء لا، أنا يعني بدأ أو كتب أكتب القصيدة الموزونة ثم انتقل إلى كتابة النص النثري. إذا هذا يؤكد، إن كانت كل النصوص من تلك المرحلة، يؤكد أنه هو ليست فكرة تجريب أو انتقال إلى لون آخر من لا لا الكتابة. نعم. مطلقا. يعني أنا كتبت بالتساوي، يعني الفترة اللي كتبت فيها قصة ونجحت القصة في مسابقات ما بين المدارس هي الفترة اللي كتبت فيها الشعر، هي الفترة اللي كتبت فيها النثر، هي الفترة اللي رسمت فيها. يعني كنت متعددة مواهب، حتى أني يعني ما كان عندي ميل لموهبة دون الأخرى. يعني أنا كنت أرغب، عندي شيء أرغب في أنه يخرج جميل، ويطلع. يعني نعم. أنا أتفاجأ أني رسمت أو أتفاجأ أني كتبت. أنت مثلت الجزائر في مهرجان اتحاد الدولي للشعراء الذي أقيم في مبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة عام 2017. بدي أن يعني تحثينا عن هذا بعض تفاصيل المهرجان، وهل هذا الاتحاد أنه تشرف عليه جامعة الدول العربية، اتحاد الشعراء، الاتحاد العالمي للشعراء؟ هي كانت تجربة بالنسبة لي، أنا كل خطوة أقوم بها سواء كانت في الجزائر، في مصر، أو في دولة أخرى، بالنسبة لي أنا كانت إضافة أو خطوة جديدة أو معرفة جديدة أو تعرف. كنت أتعرف على المشهد الثقافي ككل. هي جاتني الدعوة من يعني من شخص من داخل مبنى يشتغل في جامعة الدول العربية، هو الذي هتفني، والاتحاد الدولي للشعراء أقام الملتقى داخل المبنى. يعني أنا أراه ملتقى مثل الملتقيات الدولية الأخرى، تجربة جديدة، خطوة جديدة، لا يختلف يعني عن التجارب جميل، السابقة. شكرا لك الشاعرة الجزائرية فتيحة عبد الرحمن بقة على هذا الحوار الجميل، وكنت معنا من القاهرة. شكرا لك ودعائي لك بالنجاح والتوفيق الدائم في مسيرتك الإبداعية. الله يسلمك، وكل عام وأنتم بخير وسرور وأسعدني هذا. شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.